يجب بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير كافة الإمكانيات للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. فنشكر جميع من يقدم مساعدات لأبناء شعبنا وخاصة دولة الإمارات. أحب أشكر كمان رئيس الإمارات وبشكر شعبه وبشكر كل ما بسندنا وبقف مع شعبنا ويعني بسندونا في كل حاجة. أنا بحب أشكرهم كثير. منذ 7 أكتوبر تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة. We might not survive till the morning. We don't want to be killed here. Just only because we remained committed to our patients and our medical profession. جراء القصف تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 10,000. كان بينهم 4,000 طفل وكان غالبيتهم من المدنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من تحول غزة مع هذا الكم الهائل من الضحايا إلى مقبرة للأطفال. خلف القصف الإسرائيلي قرابة 8,000 طفل جريح وقرابة 1,300 طفل لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض. تحت وطأة هذه الظروف كانت الإمارات من أوائل الدول التي نهضت من أجل إنقاذ الوضع في غزة، وتعددت مظاهر دعمها الإنساني لقطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الجرحى والمرضى في ظل الظروف المأساوية الراهنة. ووجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة 1,000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة، في خطوة جاءت تجسيداً لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف. فنحن نشكر دولة الإمارات على هذا الجهد وعلى استمرارها في تقديم الخدمات الصحية وتقديم المساعدات لأبناء شعبنا. بشكر الإمارات يعني أنها واقفة معنا وواقفة مع شعبنا وواقفة مع أولادنا وسندانا الحمد لله بأطفالنا. أنا كثير مش عارفش بالضحك، أنا بشكرهم كثير كثير، بشكرهم على تعاونهم معنا. دشنت الإمارات أيضاً عملية الفارس الشهم 3 انطلاقاً من الواجب العربي والإنساني في محاولة لإنشاء شريان للحياة للشعب الفلسطيني في غزة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها في الوقت الراهن بسبب استمرار الحصار لأكثر من شهر. كان من أبرز ما تضمنته عملية الفارس الشهم 3 إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وعلى الفور أقلعت الطائرات الإماراتية حاملة المعدات لإنجاز المهمة. وفي مواصلة للجهود الإنسانية التي طلعت بها دولة الإمارات وفيما يعكس اصطفافاً شعبياً خلف القيادة الرشيدة في حملة دعمها الاستثنائية للشعب الفلسطيني، انطلقت يوم 12 أكتوبر للمرة الرابعة حملة تراحم من أجل غزة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الحرب بمشاركة الكثير من المؤسسات والمتطوعين من مواطنين ومقيمين. وأرسلت نحو 32 طائرة إغاثية تحمل أطناناً من المساعدات، ليؤكد ذلك نهج الإمارات الداعم للعطاء والخير ومؤازرة الإنسان، واضعة بذلك بصمة سيتحدث عنها التاريخ، تضاف إلى وقفاتها وإنجازاتها المتعددة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قدمت الإمارات أيضاً بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مساعدات عاجلة بمبلغ 20 مليون دولار، كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم. لم تقدم الإمارات دعماً إنسانياً فقط، ولكن قدمت دعماً سياسياً، فاستشعاراً من الدولة لمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحركت الدولة سياسياً في مجلس الأمن الدولي وفي محافل دولية عدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتنديد باستهداف المدنيين ورفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني. يجب السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن مع إنهاء الحصار الجائر الذي طال أمده.
تزامناً مع الجهود الإماراتية، اتخذت العديد من الدول العربية مواقف حاسمة من أجل دعم الأشقاء في غزة، كانت على رأسها مصر التي خاضت نضالاً شاقاً من أجل تمرير مساعدات إلى قطاع غزة وفك الحصار عن هذا الشعب الأعزل الذي يعاني تحت وطأة القصف. حاولت مصر إدخال أكبر كم من المساعدات لتخفيف الأزمة، ونجحت في إدخال 1236 شاحنة محملة بحوالي 10238 طناً، نصفها أو أكثر من قبل الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصري. وفي الأردن قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية للمستشفى الأردني الميداني للمرة الثانية لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة. كما جمعت الأردن تبرعات بلغت نحو 12 مليون دينار لصالح القطاع. ورفعت العملية بنجاح، وعاد طاقم الطائرة كما هو الحمد لله إلى عمان، وتلقى المستشفى الميداني المواد الطبية التي نزلت في المكان الجديد. أما في السعودية فسجلت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي وجه بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية قرابة 102 مليون دولار خلال 5 أيام فقط منذ انطلاقها. مساعى استثنائية عربية وحراك سياسي وإنساني أكد على المواقف الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية والسلام العادل والشامل للفلسطينيين، وعكس مواقف متوازنة مثلت صوت الحكمة الذي يحظى بتقدير كبير في المحافل كافة. الإنسان إذا سمع صوت أخيه لازم يتحمس، الصوت أخيه يتحمس للثيبة، يتحمس للعانة، يتحمس للموقف الغانم، للمعالي، للشهامة.